السلام عليكم خوتي أزول، تحية لكم شباب جزائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينا جديزات، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. وتحية عطيرة لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا. حصة اليوم نتكلم عن المحرج. شفتوا العنوان عن المهرج، تحاولوا تفهموا واش هو القرار الذي اتخذته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في شخص مهرج الكادياس مقزوزي. انا تشوفوا معنا واحد الفيديو ولا تسمعوا معنا احسن، نعطيكم كرونجي الاحداث، ولازم هذا الفيديو اللي غادي تسمعوا معايا دروك تصريحات تاع المهرج في لايف مع هاي دعاء مع الهايش المعنى تاكي ما مشي هذوك مشي في السواد هذوك مساكين. اقسم بالله العلي العظيم اني نقسم ما نتفرج، لكن هذا الفيديو ما نكذبش عليكم تفرجته باسكو بعثتوه لي عطوني واحد الريزيم عليه، قلت لهم سي لوكازيون مع زوزي يدخل دوبلوسيس وغادي تسمعوا معنا ونعطوكم القرارات اللي دارتهم الاتحاديه الجزائريه كره القدم مع معزوزي. اسكو حاجه كبيره راهم معاه ما كونتر عليه، غادي تلقوا مفاجاه. اسمعوا واش قال المهرج رابيد مو، سمعوا معنا بعد غير ما نخبيو. رفيق واحد قال بليك هذوك اللي كانوا يديفونديو جماعه مسكتوا كاع نورمال تهضروا بيسك هما اللي كونفوكاوهم كاع. طاح فيها الدوري جين تاع لي يا المهرج فريق رد عليك بالكاتالوج كاع غادي نقول حاجه. كمل هذا الريجيم خاص تخدم لي زاربيتر باش تخسر لي كيبراسيون وتخدع كل شغل خويا. خلاص راه كنت خدم لي زاربيتر باش تربح لي كيبراسيون تاع محكوفيتش. وي قالوا لك هادو خوانه يرتلو من الخيانه تاع منها من عندكم الشارج دي كوميونيكاسيون ديبوزا الدوسي في مصر هكذا. لو لوندوما خرج حافظ الراجي قال لك لالجيري نو فابا اورغانيزي لا كان ني 2025 ني 2027. هذه خيانه باسكو سي لالجيري اورغانيز لا كان تاع 2025 ولا تاع 2027 سي بزاف كي غاني. دونك هذا ما لازمش يربح، لازم نحطموه. كاينين صال كير كونتر بالماضي وبزاف نهار بزاف اي سيبورتي كونتي باش يدي ان بوست اكزيكوتيف تاع لاكا. باسكو بزاف كنت تمشي انت بالتليكوم كنت تمشيكم بالكف كنت تمشي العصابه سيدي موسى ما ساعدكمش يا اخو. كمل داروا له مسكين داروا له حمله كروايه ما خلاو فيه والو. وبعد كيخسر باسكو كاينين فيد روت هما ماذا بهم يخسر باش يابليكيو لا فيد روت واش هي لا فيد روت يعاودوا يجيبوا ان كونديدا تاعهم باسكو اي مونبوسي على ديميسيون. من بعد البومبا سيموتسيبي يلابيل لو مينيستر pour lui demander de ne pas retirer le dossier de candidature parce que 2027 dinaha ou kan yqbelo donc c'est une victoire donc ma kach menha les coulisses tu vois ma habouch répondu le on a gagné l'organisation de 2027 l'Algérie qui s'est retiré ana ma ajbtnich yak le clan hada li daro hakda bach yatakiou bel madi ou yatakiou ka les présidents de fédération illa wara ana nqol lek fédéralia hadi souf tatahammel mas'ouliya tarikhia tkhrouch alihom l'arbitre li mliḥ هما ما تخرجش عليهم تكاليفيا بس هذاك الشيء باسكو لا في دوروت لازم يتحوس بالماتش كي تولي لورا خويا هشام كي تولي لورا لا كاليفيكاسيون تاع 2000 ناس لا بلي بار دي زاربيت كانوا مخدومين. هادي قليل يقولها لك كي تعشى جاع انا قلتها في وقتها ما تولي زاربيت اون ايتي ترافاي اون تركيمي نعطيك لي كوب تاع الاربيتر تاع رواندا الجيري رواندا في تشاكير قلنا انا راه ميطولا تشفاو دخل بيوت تاع عنتر يحيى 2 متر دي باسا 2 متر يا هاي شور يا مهرج تقول لها تشفاو هادو يشفاو هادو تاع الاول البارح بدا ماتش يتعاود ومنا واسيست تاع محرز وشكيل وين يعرفوا هادو يعرفوا 2014 اقسم بالله ودي تجبدوا على التاريخ تاع ليكيب ناسيونال تاع فوتبول الجزائري والله ما يعرفوا ترن العبد الضعيف من 1985 هو يشوف يتبع البوله
مع لعبه لامسيو مع هندسه الجزائريه دي ان سي، لعبنا في باتنا ولا بريغاد تاع جدرميه كانت المنصه تاع داك تاع باتنا تاع الكازو، وكان اوتيل مشهور في باتنا اسمه اوتيل شيليا. ومن تما كان عندي تاريخ نحكيه لك من ال زد من 85 نحكي لك كلش، ومن في السبعينات قريت التاريخ انا التاريخ تاع اللي كنت قريته يا عايشه تبعك وي وي. علاش الاربيتر ما كورتاش البي باسكو لا باتوشي سون ارجون لا ميطوني تريكلات الحلوه ربحنا كطاعه هذه الشعب لازم يعرفها. دونك بعد يجيو هذوك اللي كانوا يخدموا لي ماتش ولي زاربيت يتكلموا لنا اليوم على الفساد، يعطيونا دروس في الفساد هكذا، يقول لك هذا الجماعه اللي كونفوكا وفاسدين حرام عليهم. الحقيقه الله يقول صادي فاسد شب لك تصفيه حسابات، ما لازمش نظلموا الناس انا، لكن باش نوسخوا الناس كاين دي جون اكوزيف هادو والله العظيم ما يعرفوا يديروا الشر، يديروا غير الخير. كات موا افون لا كوب دافريك شكون ما على بالوش بالليك كانوا يخطوا باش يتحاوز بالماضي، والله قسما عظما نقسم غير بلا فيدور تاعهم يدي لا كوب دافريك يتحاوز. دونك سيتي بريفيزيب كسروا الفريق الوطني موريتانيا بالماضي سي توني افون، فهمتني؟ هذا الصالير هذا اللي حاكمين بالصالير يل بوتوشي 5 فوا بلوس ايور هكذا. دركيا حبوا يخرجوا له الخيانه باسكو وليدو يلعب في القطر وراء المشكل يا الخوانة، ثم لي خوانة ثم لي حبيت تطلبوا الفتنة وراك تعسوا السيد هذا في التورنو ما خليتوش ترونكيل، هو مازال باط راني مسعد يعيطوا لي لا جوستيس على كومبرولي داروا له بالماضي، كيفاش جابوا والد صادي، كيفاش لوبجيكت تاع والد صادي كلش. اللهم اشهد لقد بلغنا درنا الخدمة تاعنا. سمعتوا قال لك راني نستنى بالعدالة تعيط لي، قالها فمه الحمد لله نستنى في العدالة تعيط لي نفضح الفساد. نعطيك رسميا خبر رسمي، الاتحاد الجزائري لكرة القدم رفع قضية وهذا الملخص كومبلي الحق إلى وكيل الجمهورية إلى المحكمة لفتح تحقيق مع المهرج ويجيب لنا الأدلة باللي 2009 فلاميت وخلصنا دراهم الاربيت، وجيب لنا ادله باللي الاربيتراج خدموا دي زاربيت كونتر بالماضي، ويعطينا ادله باللي رئيس الاتحاد الصادي والجماعه تاعو خدموا الماتش تاع اوغندا خدموه باش نربحوا. المهرج سقط في فخ ما احلاه. روح الزعماء هايش انت راك تقول لهم باللي باين عايش في فرنسا، عايش في فرنسا عايش يقولوا لعبها معارض حاسس عايش هو صار تاع الماضي تاع 5 ملايين بالك عادي صار جوار تاع الفوتبول الجزائري شويه كونتر نايدو ديك السالير كبيره، ولكن انتقدتهم 600 700 عمك بالماضي كان يدي 6 ملايين في الشهر عادي ما يستاهل اكثر. قال لك هاو رسميا خاوتي نفرحكم نشكر كل واحد تكلم في مواقع التواصل الاجتماعي ولا كومونتا ولا دار امور ولا دار دي فيديو ولا كتب دي ستاتي كونتر المهرج ولا بارطاجا، نشكركم الكلام تاعكم الحق الاعلى مستوى. وجاد رسميا الاتحاد الجزائري بعث الفيديو تاع المهرج وغادي يتكونفوك المهرج باش يمد الادله، اذا مدت الادله ما كانش غادي يحكي معاك غادي يصفقوا لك ويعطوكم هدايه، ما كانش الادله يا وليدي لاقي على روحك وتشوف غادي تلحق لاعلى مستوى غادي تشتاق وانت تهدر تشتاق دي بلاطو تهدر فيهم وليان بيناتنا المعارج. انت اصبحت خطر على الجزائر، انت اصبحت عدو الجزائر مش لهذه الدرجة راك التصريحات تاعك داوها كاع اعداء الجزائر واستغلوها. التصريحات تاعك باش تكون في علمك راهي لحقت الاتحاد الافريقي لحقت لاكاف ترافير اعداء الجزائر، قالك لاجيري يخدموا لي ماتش هذا يدعى صحفي وجبدوا تصاويره في لي بلاطو ومنا وداروا دي فيديو قال هذا مشهور ومنا وقالوا راه يقول باللي صادي خدم الماتش تاع اوغندا، انت غادي تسبب في فتح تحقيق ضد الجزائر انت يا بهذا التهجير تاعك والتهريج تاعك وهذه الامور تاع الهبال تاعك راك شغل شغلك ضد الجزائر، تاك شوهت الجزائر اعلى مستوى في السلطه وفي الامن وفي العداله
تيقنوا بان انت راك تشوه الجزائر، ماكش تشوه فيصادي، خصو انت تيباسيتي لو نون تاع صادي في الفيديو، ما سيتيتش الاسم تاع صادي، وقلت الاتحاديه راهم يخدموا لي ماتش باش يربحوا بيتكوفيتش، اما لا لاقي على روحك، روح بين، روح قول لهم بلي هو عري راح البواكي ودار، وجيب لهم دليل بلي هو اللي خلصوا له بيه، وجيب دليل بلي هو اللي خلصوا له لوتيل، وجيب نعرفك شوف اقسم بالله جيب لي النقطة تاع دليل، اقسم برب العزة غير نبلع كاع لي شان تاعي تاع المواقع التواصل الاجتماعي، كلشي نبلع ونتخبى ونطلب السماح منك، جيب لي دليل بلي واحد وصاني باش ندير كوبلون، انا هذه بواكي تاع كوت ديفوار ما رحتلهاش، كنت في ابيجون ونروح في نهاري ونرجع، وكاع الناس كتشاهدها في بواكي، بس كنت كذاب وانت ما هايش المهرج اللي نقول لك يا المهرج تحت في الفخار، وغادي هذا الخطر ان شاء الله النهايه تاعك، عارفك يا المهرج بلي انا من ندخل في حرب نكملها جوسكوبو رابح ولا خاسر، زعما ان هايش ما نسمع بهم يمبحوا على روحهم بيهم بالفراطي تاعهم الصغار، ينبع على روحك ولا خفتي، لازم نقولوها ونكررها، نشكر الاتحاديه اللي سمعت المواقع التواصل الاجتماعي ورسميا رفعت تحقيق وحط الدوسي في العداله من اجل استدعاء المهرج، ويبين حنة ايديه يا اخو، يبين حنة ايديه يا خويا، عندك دليل هذا، روح قول هو اللي دار وهو اللي دار وفلان دار وخلصوا، جيب الدليل يا انت راجل، جيب دليل، قلت لك نتخبى ها، وديفوندي على العصابه سيدي موسى، ديفوندي عليها، ديفوندي عليها، قول العداله مواجهه، قولها انت راجل، ولا خوتي تكلمنا شاكرين رسميا الاتحاد الجزائري رفع القضيه، وخاوتنا شنو نقول لكم، اللي يسمع هذا الفيديو يبارطاجيه الماكسيموم، ولازم نقفوا ضد هذه العصابه، حاجه تفكرتها بزاف ضحكتني، من شد ذاك الفيديو شفت المسيل مال الكذاب قال لك هم يقولوا لي ندير يدي في يدي ونعاونكم، وانا ما نعاونكمش، من شكون قال لك عاون؟ اقعد تنبح، اقعدوا تنبحوا اليوم وغدوه ولي عليكم، شكون قال لكم عاونونا؟ شكون قال لكم اقعدوا صاي انتوما صاي انتوما كلاب تنبح فقط، يا خويا انتوما شو ضربتوا على بالماضي بقى؟ ما بقاش دير ايشاك وراح، ضربتوا على زبزاف بقى؟ ضربتوا على زاتشي بقى؟ ضربتوا على سائق الحافله بقى؟ درك عليه ضربوا عليهم راحوا، الموعدنا ان شاء الله في انتخابات الفاف شهر مارس القادم، تماك الهضره، شوفوا شكون اللي غادي ينجح، انتوما الكلاب المسعوره او الناس اللي تخدم لتطوير الكره الجزائريه، حينها نشوفوا. تحيه لكم خوتي 1 2 3 يا راجلي، ونعاودكم في فيديو اخر ان شاء الله، سلام.